يعتبر العسل من الصناعات الغذائية الزراعية القديمة في سوريا، والذي تطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث نما معدل الإنتاج بشكل واضح ليغطي جزءا هاما من حاجة السوق المحلية، كما تنوعت مشاريع إنتاج العسل لنجدها في الكثير من قرى الساحل السوري. فكرة المشروع أولا بيعتمد على التعاون، مثل طائفة النحل بتعتمد على التعاون بين بعضها، فأنا والأخوة جتنا فكرة عمل مشروع تنموي هو تربية النحل، والأستاذ بسام من الخبيرين بمجال النحل هو الأستاذ نقولة، فانطلقت الفكرة وتساعدنا ماديا بإنشاء المشروع، لأنه بده تكلفة مادية مع الخبرة. الحاجة أولا، وثانيا عمل اقتصادي ناجح بيوفر على المواطنين عبء تجارنا اللي هنن عم يستوردوا العسل المنظف وبأسعار غالية، وهذا العسل عم ينفحص وعم يتحلى، وعسل يعني شغل بلدنا بأسعار مقبولة ومدروسة. بس اليوم شوي اختلفت القصة بهالأيام هيدي، مصلي 30 سنة بالمصلحة. اشتغلت مع نقول بال89 بلشنا بالنحل انا وياه بالمشروع، اشتغلنا وياه لحد الآن اللي انا وياه، يعني شغلة كويسة بعد الوظيفة. يعني مشروع النحل مشروع ناجح جدا، وبقدر ما بتتعب النحلة بيتعب النحال. في ناحية أو مقولة بتقول لكي تكون مربي نحل يجب أن تنفض غبار الكسل عن كاهليك، فمثل ما النحلة نشيطة فالنحال لازم يكون نشيط مثلها ويرعاها، ومشان توصل للغاية الأساسية اللي هي جني العسل وتقديمه للناس. الخبرة العملية ضرورية جدا بالإضافة للخبرة العلمية، فالكتب العلمية ضرورية جدا لوصول لنجاح المشروع. دورة رأس المال فيه سريعة، يعني مثلا ننشئ مشروع نحن مثلا بالشهر الثالث، نتائجه بناخذها بعد شهرين ثلاثة، ممكن مثلا يرجع لك المبلغ اللي دفعته فترة قصيرة. وهو رافد للاقتصاد الوطني، يعني ضروري جدا، يعني بدل ما نستورد عسل أجنبي ما معروف مصادر الأزهار فيه، ربما يكون في مواد كيميائية، ممكن يكون في سكريات خالصة فعاليتها. 80% خبرتي القديمة بحبها، لأنه ترعرعت علي وقويت علي. بس هلأ في شيء حديث، في شيء على الانترنت حديث، وفي شيء حلو، إذا شفت شيء عجبني واقتنعت فيه عم نفسه وجربه. مثلا في شغلات مثلا هلأ تقسيم الملكات الحديثة، عمليات التغذية بالفترات القاحلة بالشتاء كذا، شو بيستعملوا برا. هلا نحن صرنا هلا منحط بسموها علفة، هي عبارة عن عسل وغبار طلع، احسن ما نحط سائل ممكن يضرب العسل، ممكن يضرب اي شيء وبيعمل السائل. من منتجات النحل طبعا هذا عسل وغبار طلع منحطه، هو النحلة، هو النحل اكل النحل، عسل وغبار طلع. فليش انا لاجي احط مي وسكر؟ هذا افيد شيء. وفي شغلات كتير، يعني التقسيم والملكات الأجنبية، وفوائد العسل كتير كتير. المعروفة مثلا لنفترض 20-30 فايدة، اللي ما معروفة 200 فايدة. في أنواع، كل نوع عسل له فايدة. شيء بيعالج مرض معين، ممكن يعالج مرض معين. بس الأنواع العسل مثلا بيقول لك والله عسل الكينة مثلا، الكينة للصدر للربو للتحسس، بس ممكن يفيد السعلة، ممكن يفيد المعدة، ما بنعرف يعني، ما عندنا المعلومات الكافية عن الفوائد تاعيته. يعني هلا أهم شيء وقت اللي بيكون العسل نظامي، العسل كله مادة غذائية بجميع أنواعه بيكون مفيد. تعتبر خلية النحل صيدلية متنقلة، فأنت قادر تعطيه دواء طبيعي، منقدمه للطفل، منقدمه للكهف. هلا اي بيت بالريف لازم يكون عنده منحله، سواء لاله
لذاته والاكتفاء الذاتي او للبيع. كتير بفيد يعني، وكتير عملية سهلة وكويسة، وفي كتير بيوت عندهم يعني. بتقدم لهم ماديا، بتقدم لهم مشاريع يعني، اولا ماديا كويسة يعني بتقدم لهم إلهم، وتقدم للريف يعني اولا بياكلوا عسل طبيعي يعني عندهم، وشغلهم وشغل ارضهم يعني، يعني كريف يعني كله شجر وكله رقابات وكله يعني. اوقات بنطلع ما بننزل يعني، قاعده بنقعد هون اوقات ما بننزل للمساء يعني، بنطلع بننسي حالنا. قاعده حلوه وشغل صحيح متعب بس ما بنحس بالشغل يعني، قاعده ونقعد تحت الشجره وبناكل وبنشرب يعني، حلوة كتير كتير. الهدوء أهم شيء، الهدوء بتربية النحل. أنا عصبي كتير، عطتني الهدوء، عطتني نعكس على البيت، نعكس على البيت، نعكس على حياتي الاجتماعية بيني وبين البشر. أنا عصبي كتير بس أعطاني النحل والطبيعة الهدوء، وطبيعة بلادنا حلوة كتير. النحل علمني الصبر، الصبر مثل ما تصبر النحلة تجيب قطرة عسل، لأنه كيلو العسل بكلفة للنحلة 2 مليون رحلة من وإلى الخليج. فنحن عم نصبر جزء صغير من صبرها هي. تعلمت الهدوء، تعلمت يعني النشاط، ضل ما فيني إذا ما طلعت أنا كل أسبوع على المنحل ما فيني بطلع بشتغل يعني، بنسي حالي اوقات يعني بالشغل، شغل يعني مشروع ممتاز كويس يعني. والجدير ذكره بان النحل والعسل السوري جاء في المرتبه الاولى من حيث النوع والانتاج، لانه يعتمد على المراعي الطبيعيه في الغابات والحقول والبساتين ليشكل الانتاج سمعه عالميه للعسل السوري. النحل السوري هو كذا نوع، في غنامي وفي سيوفي وفي بلدي وفي كذا نوع، وانتاجه ممتاز يعني كويس كتير كتير، وبيتحمل البرد وبيتحمل هذا، وبيضل انتاجه كثيف، بيحافظ على حضنته وبيحافظ على هذا، وكويس كتير كتير يعني، احسن من افضل من النحل الاجنبي مثلا، او النحل اللي عم بيجيبوها الملكات اللي عم بيجيبوها بيهجنوها. انتاج المناحل السوري كويس كتير كتير النحل يعني، وهلا اكثر عم نستعمله يعني، هلا يعني هلا اكثر الملكات بيحافظ على حضنته بيحافظ على انتاجه كويس كتير كتير يعني. هلا عندنا نص المنحل يعني عندنا نحل سوري منه، ومنه مهجن يعني صاير. والله النحل السوري بذلت جهود كثيرة من أجل نقاوة سلالة النحل السوري. الغاية ابن البيئة. أما المستورد، النحل الأجنبي مستورد غريب عن البيئة، أما النحل السوري بلائم بيئته، مقاوم للأمراض، متحمل لظروف البيئة اللي عندنا. بلدنا بتتمتع كمان بتنوع الأزهار فيها، فهذا عطى العسل السوري سمعة ومكانة بين العسل يعني. في عندك نقطة بيتمتع فيها العسل السوري هو عسل يانسو، هي مدينة حمص يعني، هو البلد الوحيد سوريا اللي بينتج عسل يانسو بكميات كبيرة ومعدل التصدير. يعني هو النحل السوري مقاوم للأمراض، في أمراض كتير، في أعداء كتير للنحل، أفضل من الأجنبي. الأجنبي منتج للعسل أكتر، بيعطي عسل أكتر أجنبي، ولكن كنوعية، بس كنوعية أولا ما زيادة، ما بيقاوم أمراض وبيستهلك عسل أكتر. النحل السوري بدنا نحافظ على نحلنا. تهجين إجباري، التهجين بعد فترة، الهجين بيسموه هجين أول، هجين ثاني، هجين ثالث، النحل هذا الكب كله البي ثالث عم بيخرب. أنا هلا في عنا هالنحل هذا الموجود هون، هذا نحل كله هجين، هذا كله هجين، لأن النحلات اللي فوق نحل سوري قديم ما بقربون عليه. تنوع بالعسل وإنتاج، هلا مثلا اليوم هالمنطقة هيدي صار فيها رش مبيد، تضرر النحل، تعطل عن الشغل، هديك المنطقة ما صار فيها شيء، النحل هنيك اشتغل يعني، ما عندنا خسارات. هون بدي أسألك، إذا تعرض الشجر للرش
النحل ببطل ياكل منه؟ بموت النحل، بينتهي. دواء حشيش اليوم عم بيرش عم بيقضي على النحل، وعم ما بقى بيشتغل النحل، بضل نهار كامل ما بيشتغل. النحلات اللي ماتوا ماتوا، النحلات اللي موجودين عنا اللي بيشتغلوا. فوقت بيكون في جيش قوي بالخليه بتطلع بتشتغل بتجيب عسل، مش الخليه الضعيفه ما بتعطي شيء يعني. النحل وقت بيكون هو النحل انتاج كويس، بيكون نحل هادي، وبيكون بيحافظ على جوة الخلية الملكة. هي أهم شيء الملكة، هي اللي بتعطي الإنتاج. عندما تكون الملكة نظيفة وكويسة هي بتنظم الخلية، هي بتكون إنتاجها كويسة، يعني بتعطي كميات عسل ومنيحة وبيوض متكثفة يعني بتكون، ويكون أفضل يعني. والله بالنسبة للنحل السوري يعني عانينا كثير من في فكرة نقاء السلالي، نقاء سلالة النحل السوري أو صفاء العرق السوري، وعانى بالبحوث كثير الدكتور عبد الكريم حاطو، الدكتور عبد الله حاطو، إيه الدكتور عبد الله حاطو معانا كثير، وكان له محمية إنه المنطقة السلالة الصافي بدها عزل طبيعي من جبال من صحراء من هيك، مشان عملية إلقاح الذكر السوري تكون من ملك سوري من ذكر سوري. العسل السوري أنظف عسل موجود بالعالم، ما في شيء بيضاهي، والأجنبي اللي عم يجي ما نظام. أنا عم بحكي من عندي بخبرتي ومسؤوليتي، الأجنبي اللي عم يجي ما نظام. العسل السوري أنظف عسل طبعا، إذا كان نحال نظيف وبيعتمد على بس العسل الموجود بالخلية يعني. العسل السوري ما في أنظف منه. العسل السوري هو أنظف عسل، عم بيجي عسل مصري منظيف، عم بيجي عسل تركي كمان ما كويس. يعني في كثير عسل عم بيجي كله مغشوش، يعني عم بيبيعوه مثلا بأسعار أكثر من عندنا بكثير، وكله مغشوش ووقسو. يعني هو العسل السوري أنظف الشيء، لأنه ليش؟ مراعي طبيعية كله، وعلى المرعى الطبيعية، وعندنا جبال وعندنا وديان وعندنا كل شيء نحن، يعني النحل عم نقله بكل الأماكن يعني. طيب هلا انتم عم تحكوا عن العسل المغشوش، انا كمواطني كيف بدي اعرف هذا العسل المغشوش او ما هو مغشوش استاذ؟ نقول هي مشكله كبيره عم بيعانوا منها كل المواطنين، لانه ما بنعرف الا بالتحليل، صعب كثير. حتى انتم النحاله 90% انا بقدر اعرف، بس بضل عندي 10% ماني قادر اكشفه. في طرق بسيطه بدائيه يعني، فينك تحطي مثلا صحن مي، كبايه مي، وتحطي شويه عسل فيها تركيا. ممكن تدوق المي، إذا حلت بعد شي ساعة فترة من الزمن، إذا حلت ممكن يكون في غش في سكر. إيه إذا ضلت الكمية العسل الحطبطية من تحت عبارة عن معلقتين يعني ما أكثر، الساتة متماسكة، 90% بيكون ما مغشوش، و 95% يعني مثل وقت بدك تاخدي العسل حي للسلعة مثل أي سلعة نظيفة، مثلا بدك تاخذي فواكه طازجة بتبين يعني. والعسل السوري بيمتاز بنضارته نضر يعني، أما العسل بتشوفيه مغشوش بتشوفيه عاتم. في ناس بيلجأوا لتشعيله يعني إشعال نار فيه، إشعال والله ما إنه اشتعال بدهنوا على شقفة ورقة بيشعلوها، ممكن تعطي ريحة سكر محروق، بس هذا بده يكون في كمية سكريات سكر عالية، ممكن ما يكتم الاشتعال، وممكن ما يكتم، ممكن ما يكتم الاشتعال. هذا ما بيعطي نقطة، بيحطوا نقطة يعني نقطة عسال على ورقة وبيتم اشعالها، فبيفصل بينتهي الاشعال عند النقطة، عند نقطة عند العسل. فإذا فصل، إذا انطفت النار يعتبر جيد. وأما مراحل العمل فهي مشوقة وممتعة وسهلة، حيث يتم استعمال الأدوات اليدوية أو الكهربائية لتعطي نفس النتائج. عملية كشف خلية النحل عندنا الخطوات التالية: إزاحة الغطاء الخارجي، وضعه أمام الخلية، رفع الغطاء الداخلي ما يسمى بالغطاء الداخلي، مع استمرارية التدخين هو عامل لهدوء النحل، يساعد في
هدوء النحل ووضع الغطاء الداخلي أمام الخلية تفاديا من وجود الملكي اللي هي أساس وأم الخلية، تفاديا من موته أمام الخلية. نقوم بفحص الخلية على الشكل التالي: تفقد الملكي ورعايتها للحضني مؤشر ضروري لحيوية الملكي واستعداد الخلية لجني موسم العسل. بعد ما مرحلة الأطوف، مرحلة خرز الزهر طفنا، مرحلة الأطوف بشيل البراويز من الخلايا بمعنى فرشاية، بننظفهم من النحل ونحطهم بصناديق فارغة ونجيبهم على المحل على الفراز، نفرزهم ونجيب البراويز المشمعة نقشطها نحن بنفتح العيون السداسية منها مشان ينزل العسل منها نشمعها، ونحط 4 براويز على كل مرحلة وبنفرزها دورانات خفيفة على مرحلتين ثلاثة حتى يفضل العسل من البراويز. نرجع نقلبهم الجهة التالية، بعدين بنجيب نصفيهم بمنخل ونخليهم بالناضج لتاني يوم حتى يرقد العسل منهم. قديش تستمر هاي العملية؟ تستمر كل فرزة شي 10 دقايق. يعني بالنهار كم تعمل برواز منها؟ نحن بالنهار بدنا نخلصهم ما بنخليهم، يعني حسب هذا يعني بجوز اليوم نشتغل مثلا النص وبكره النص نكمل، يعني بجوز نص ساعة بجوز ساعة بجوز ساعتين حسب بقى الكميات اللي عندنا نحن. هلا هذا اللي عم بتشيله عم بتقشط هذا الشمع هذا النحل بيشمعه كل البرواز بيعباه عسل بيرجع بيشمعه مشان ينضج العسل مشان ما بقى هذا ما يكون ناضج. إذا العسل ما ناضج بصير في حموضة بالعسل. في فراز له 4 عيون، بنحط كل برواز بعين وبصير دوران يدوي. في فراز على الكهرباء، هداك فراز الكهرباء صاير استعماله صاير شوي لأنه بيخرب البراويز سرعة الدورانه، هذا يدوي نحن نتحكم فيه. هلا نحن هي الدوران البراويز بيطلع العسل من البراويز على الناضج.
بعد ما فرزنا العسل هلا بنفضيه وبنصفيه حتى يخلص هذا، بنرجع نفرز ثاني مره وبنرجع بنصفيه. الحصره لازم تحطه باواني ستانلس، لكن هو ناضج، يا اما بنحط له ناضج بلاستيك بساله 60 70 كيلو، يا اما براميل ستانلس يكون انه ما بيجنزير هذا. قديش فينا نحتفظ بالعسل بستانلس او بال فين هو فينه بضل بس ما يلحق رطوبه؟ نحن بنعباه بتناك، تناك ما بتصدي ومنعلاه عن الارض مشان الرطوبه، ونحطه بمحلات ما يكون فيه رطوبه، وقديش ما خزنتها ما بيصير له شيء. التنك يعتبر صحي لحفظ العسل؟ صحي، هدول خصوصي للعسل، غير التنك اللي بجيبوه، غير هذا هدول خصوصي ما بيجنزير مجلتان. قديش ممكن نحفظ العسل ببيوتنا؟ هو ممكن يضل سنه سنتين ثلاثه، بس من المهم ما يلحق رطوبه. هي المرحله الاخيره اللي عم نعبي العسل بعد ما فرزناه وصفيناه، هلا عم نعباه بقطار ميز. نحن لازم كنا نخليه لتاني يوم عشان يرقد شوي، هلا عم نعبيه نحن بقطار ميز. العسل بيعمر كتير، بس ما يحكمه شمس ورطوبة. وفي معلومة خفيفة بدي أعطيها للناس، القطرميز وقت بيجي واحد بيفتح قطرميز وبيجي بياكل بالمعلقة يحطها بتمه، أخذت المعلقة من ريقه رجع على القطرميز وأكل منه مرة تانية، هي عملية رطوبة، هي حمض العسل بيحمي. بيقوم بهالحالة بيشكو وبيحكوا على مين؟ على بياع العسل، انه حمد العسل غشهم، عطينا العسل حمد. كل عسل خمس معالق بخمس معالق، كل وحده ناشفه، معلش بس ما نفس المعلقه. نعم، هاي طريقه الاستعمال الحفظ. طريقه الحفظ كلها عباره بس رطوبه، يكون بعيد عن رطوبه وعن اشعه الشمس. العسل فوائده لا تعد ولا تحصى، حتى بالقرآن في إعجاز بالقرآن، وخصوا الله سبحانه وتعالى بسورة من سوره في القرآن الكريم في سورة النحل. ففوائد النحل اللي بنعرفها نحن، عسل النحل، حتى فينا نستفيد من لسع النحل في أمراض روماتيزم، أمراض تقلص العضلات، العمود الفقري، الديسك. وتأتي أهمية الشراكة بين عدة أطراف لتحقق هدفا آخر يضاف إلى أصحاب المشروع، آملين أن يتطور المشروع ويكبر ويتوسع ضمن استراتيجية مرسومة يسعون لتحقيقها. أنا بشجع أهمية هيك مشاريع النحل، تعطي فرصة عمل إضافي لعملك، الوقت الضائع عندك فينك تساهمي في زيادة دخل الأسروي عندي. مثلا راتبي مثلا 30,000 بصير 50,000 بالشهر إذا اشتغلت الوقت الإضافي هذا. بعدين ما في قيد ولا رقيب، ما عندك جدول دوام تداومي فيه، ما عندك إلا التزام طبيعي مع النحل. كويس، ممتاز، يعني قدرت اشتريت محل، يعني اشتريت محل أنا من بعد الوظيفة عم بشتغل فيها، والإنتاج يعني كنا نطلع إنتاج أول عسل منيح يعني، وإنتاجه منيح وصار يعني مدخولنا بالشهر منيح، وصرنا هلا أولادي بالمدارس وهلا عم نعلمهم والحمد لله، وعم تكون أساتذة يعني، بتعرفي مصروف البيت كبير يعني صار، والحمد لله نشكر الله ماشي الحال. انعكس علي كتير منيح، لأنه هلا الموظف راتبه يعني يده بشايله على قده، وهذا مردود مادي حلو كويس، ورزقته حلوة ونظيفة،
حسب تعبك وحسب اجتهادك وحسب اجتهاد النحلات كمان. هن بيجتهدوا بيعطونا ونحن عم نعطي هالمواطنين. كيف أثر عليك كأسرة كدخل؟ نشكر الله، يعني مدخول تاني، راتب تاني. طبعا مشاريع النحل إلى دور كبير برفد اقتصاد البلد وبتوفير فرصة عمل لليد العاملة. أنا مثلا بمشروع النحل بيلزمني يكون عندي 4 عمال، فهي بتوفر فرصة عمل لعالم ما عندها فرصة عمل، ومنوجهها شوية خبرة نحن، فبنكون هيك أنقذنا عائلة أخرى بهيك مجالات تربية النحل. وقت اللي بيلزمنا بالعمليات القطف بالنقل النحل من بلد لبلد، من منطقة لمنطقة، من جبل لجبل، نستعين مثل ما بيقول أستاذ زياد بعمال. يعني هي صار في فرص عمل لناس، هي موسمية طبعا، موسمية هيدي فرص العمل النحال الموجودة. وإذا كنا ننقل نحن من محلات، كنا نجيب مثلا عاملين 3 ننقلهم معنا، نطلعهم معنا عشان يساعدونا. وهذا وأوقات نطلع المنحل مثلا لحالنا ما نقدر نشتغل، نطلع معنا 2 3، يعني فكرة كويسة، يعني كنا نشغل العالم يعني وفرصة كويسة يعني. وكنا نروح مثلا من محلات مثلا، يكون مثلا نحن مثلا ما لنا قدرة، نكون تعبانين وكذا، نجيبهم مثلا نطلعهم محلنا. يعني كان يعني كويسة كثير فرص العمل للنحالة خاصة، والنحال ضل محتاج يعني عمال. يعني النحل كائن متطور يعني، فعلمنا التطور كمان النحل. كل سنة في شيء جديد. مثلا نحن بلشنا ب 100 خلية، صار عندنا 200، صار 300، فبرنامج متطور النحل. كل سنة مثل هلا بالربيع نحن بنقصم، بنزيد الخلايا شوي شوي وبنزيدهم، وبنهجن النحل من نحل، وعم نزيد المشروع كل سنة بسنتين، عم نزيده الحمد لله ماشيها.